ويصلي الشفع والشفع الشفع في قطر كعتين يخلي الوتر هذا. وش يدير بالوتر هذا؟ كاين نافله اخرى يقوم بها في الليل هي قيام الليل. طيب ثمان ركعات قيام الليل، ركعتين 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 ركعتين، ثم كي يكمل قيام الليل. وماشي شرط ثمان ركعات قيام الليل، ماشي لازم يكونوا ثمانية، يعني لو كان يكونوا اثنان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه يقول صلاة الليل مثنى مثنى، بارك الله صلي زوج زوج و... اثنان اثنان، يعني لو كان اثنان فقط. ثم والوتر هذاك اللي خليته في الليل اختم به. جميل. قال لك فإذا أدركك الصبح، يعني قبل ما يجي الصبح لازم تكون صليت الوتر هذاك. جميل. يعني نصلوا الوتر هذه كي نختموا قيام الليل، عنده أجر عظيم. وصلاة الليل هذه يقول صلاة تحقيق الأماني. صح، صلاة يحق اللي عنده أمنية يحب يتحقق له يصلي في الليل، لأن الله سبحانه وتعالى أكيد يكون ينزل إلى السماء الدنيا. صلاة معجزة، أكيد صلاة عظيمة. والله أنه إنسان إذا أراد أن يصلح الله حاله وأن يحقق أمانه وأن يشفينا مرضانا وأي شيء عليك بالصلاة. أرقى بالثلث الأخير من الليل، لأن الله سبحانه وتعالى ينزل في هذا الوقت العظيم المبارك، فيسأل أي واحد يسأله ويعطيه بإذن الله تعالى.